من أول ما عرفت وعملت الخزعة وقالوا إنه في كانسر، أكتر شيء لقيته صعبة إنه أنا إجاني بدي أمر بتجربة أمي كيماوي وينزل شعرة وتتعب، أنا هاي اللي كنت خايفة منه. افتخار حجاج كعوش، معلمة متقاعدة بالصدفة، يعني راح أخذ دواء من العيادة فالدكتور صديقنا عم بقول لي في حملة للكشف المبكر للنساء بالمخيمات، قلت له أنا عاملة يعني فحوصات قبل وما عندي شيء، قال لي يا أختي خدي. رحت عملوا لي ماموغرافي وعملوا لي ألتراساوند، طلع في كتلة زي ما قال الدكتور تبع الأشعة، اللي عندك كتلة أقل من سنتي. 15/12/2012 عملت العملية، بعد أسبوع ما فكينا القطب عند دكتور العلاج اللي هو بده يقرر شو بدي أخذ، قال بدك تعمل 30 جلسة أشعة. عملت الأشعة وبلش لي عاد الدكتور بعلاج حبة دواء، ضليتني أخذها لخمس سنين. بعد الخمس سنين كنت على طول أروح، أول فترة كل 3 شهور أروح عند الدكتورين يعملوا لي كشف، بعدين صار كل 6 شهور، هلأ كل سنة بروح. العائلة اللي أنت فيها بتقويك أكتر، عرفتي، وبتشجعك أكتر إنك تواجه هذا المرض. الحمد لله كان يعني جوزي كتير كتير متعاون معي، وأمولة أكتر وحدة لأن أخواتها مسافرين، فأمل يعني كل ما أنزل عند الدكتور لازم تكون معي. صرت أحس إن هي أمي وأنا البنت. أنا بستغل أي مكان في نسوان صير بحكيهن لازم تروح، وبتقول لك لا لا والله يا معلمي بدناش نروح بنخاف. ليه تخافي؟ انت شوفي حالك، يعني افحصي جسمك، اذا لقيت شيء غلط روحي عند دكتور. انا كافتخار يعني زادني قوه، انا قويه كنت بس زادني قوه.